السلام عليكم. مباراة فيوتشر ضد الجيش الملكي المغربي. أرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة، سيركم مني كل جديد وليستمر معكم البث بدون تقطيع. يستضيف نادي فيوتشر نظير فريق الجيش الملكي المغربي اليوم الموافق 8 مارس في لقاء حاسم بينهم باستاد السلام ضمن منافسات إياب الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية بقيادة المدير الفني علي ماهر. ويحتل فيوتشر المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالث برصيد نقطتين بعدما تكبد هزيمة واحدة وتعادل مرتين، فيما تصدر الجيش الملكي موقعه في الصدارة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فيوتشر ومن قبله إسكو كار التيغولي. وسقط نادي فيوتشر اف سي في فخ الهزيمة الثقيلة بهدفين نظيفين في اللقاء القوي الذي جمعهم بمعقد الآخر ضمن منافسات ذهاب الجولة الثالثة من دوري مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقي. وتنطلق المباراة فيوتشر الجيش الملكي اليوم تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة وليبيا والسودان، والساعة 10 بتوقيت السعودية والدوحة، والساعة 11 بتوقيت أبوظبي، والساعة 8 بتوقيت الجزائر والمغرب. وتمتلك مجموعة قنوات بين سبورت القطرية الرياضية حقوق بث وإذاعة جميع مباريات الإيجيبشن ليج بشكل حصري ومباشر لجماهير شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وستنقل مباراة فيوتشر والجيش الملكي. نتمنى التوفيق للفريقين وأرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم مني كل جديد وليستمر معكم البث بدون تقطيع.